لإيلون ماسك اللي إيلون ماسك بقى يا جماعة يعني مالك تويتر دلوقتي وصاحب شركة تسلا، وعمل تويتة كده على فيديو كان فيه فيديو 7 ثواني عن جزء من متحف من دندرة، من معبد دندرة، فراح كاتب ancient Egypt was يعني زي great was fire was كده يعني was fire. فطبعا المصريين كلهم دخلوا، دخلت الوزيرة رانيا المشاط، دخل دكتور مصطفى وزيري، دخل زملاء لينا، ناس كتيرة دخلوا وقالوا له يلا تعالى اتفرج على يعني على مصر، تعالوا نشوف رسالة بقى بالفيديو أرسلها. طب خلينا نسمع دكتور زاهي حواس الأول من الولايات المتحدة. دكتور زاهي مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ لميس، اهلا وسهلا. انا شفت لك رسالة بالفيديو ارسلتها لإيلون ماسك، ماذا قلت له يا دكتور؟ لا هو بس قبل ما اتكلم عن الرسالة دي بالذات اقول ان هو سبق اعتقد من سنة او اتنين سبق ان هو عمل حاجه اعلان ايضا وقال ان الاهرامات بناها ناس جم من الفضاء، وانا رديت عليه رد جامد الحقيقه جدا، وبعدين بعد مده هو كتب واعتذر. لكن انا رحت سان فرانسيسكو عشان اعمل محاضره من يومين. اتفضل. فانا عرفت ان هو مقيم في سان فرانسيسكو. فقدرنا ان احنا المساعد بتاعي بعت له ايميل وقال له انه ازاي حوسرة وعنده محاضره في اكبر مسرح في المدينه في قلب سان فرانسيسكو الساعه 7 واحنا بندعيك تحضر المحاضره. فهو اعتذر. فبعد الاعتذار لما عرفت بقى التويتر اللي هو حاطه وبيتكلم عن معبد دندره، فقلت فرصه ان انا ابعت له رساله وبعتناها له، اللي بعتها لحضرتك اللي بعتها له. أيوه. قلت فيها ان احنا معبد دندره ده يعتبر معبد الحب والجمال اللي اتبنى لإله حتحور، إلهة الحب عند الفراعنه والجمال، وبالتالي اهتمامه بهذا المعبد يخليه ان هو ينظر الى ان المعبد ده حرامي فرنسي في القرن اللي فات نشر من السقف الزودياك للقبه السماويه وباعها لمتحف اللوف، واحنا عاطين دلوقتي عباره عن ريبليكا. فالفيديو اللي انا بعته له بقول له ان هو يعمل سبورت للكامبين اللي انا عامله والوثيقه اللي انا نشرها في الانترنت واللي مضى عليها دلوقتي حوالي 200,000 واحد، والحقيقه ان احنا يعني احتمال نقدر نحرج المتحف البريطاني ومتحف اللوفر، لان العالم كل وقت بدا يصحو يقول لك اثار افريقيا عايزين نرجعها، حتى رئيس فرنسا عمل اعلان وقال هذا الكلام. فانا شايف ان الضغط الشعبي مش من مصر بس، لا من العالم كله على هذه الوثيقه، ولو واحد زي إيلون ماسك وقع عليها ونشرها هتبقى حاجه كبيره جدا. فهذا الطلب اللي انا بعته له امبارح. طب دكتور زاهي، يعني هل في رأيك في مثل لما يكون حد يعني بوزن إيلون ماسك، احنا نعمل ايه بقى كوزارة سياحة وآثار؟ نبعت له تذكرة مثلا ولا نقول له اهلا تعالى زورنا؟ لا لا ولا تذكرة، لا لا تذكرة، لا تذكرة. لا انا بهزر يعني، يعني اكيد بهزر، الراجل مش محتاج تذكرة، عنده طيارات. يعني ازاي نقدر نستفيد من ده؟ يعني هو طبعا الاستفاده التويتر اللي عمله اللي بيشوفه ملايين الملايين، ده طبعا هيكون له بلا شك يعني دعوه منه للعالم كله لجمال مصر وحلاوه مصر. وانا شايف ان الوزير احمد عيسى وزير السياحه والاثار ممكن ياخد دي فرصه وبعت له دعوه رسميه لجلاله مصر. وانا على فكره قلت له انت لو جيت انا هشرح لك الهرم بنفسي. فانا اتمنى ان هو يقبل دعوتنا له ويحضر مصر، وانا اعمل له بنفسي تور لزياره الاهرامات وابين له الاهرامات دي ما اتبنتش بالالينز، ما جالهاش الينز يبنوها. يبنوها ازاي الالينز بالشكل ده؟ ازاي الينز ايه اللي يبنوا يعني؟ ما هو كمان غريب. هو استاذه لميس انا فضل. لا انا دايما بقول ايه، لو اي واحد مش فاهم اثار واقف قدام الهرم لا يمكن يتصور الهرم ده يبنيه بني ادمين لانه مش عارف حاجه. لكن لما انت تدرسي الموضوع اولا هتعرفي ان ده كان المشروع القومي بتاع المصريين، الثلاثة مليون اللي كانوا عايشين في مصر اشتركوا في بناء الهرم، عندنا برضية من 3 سنين كشفت اسمها برضية وادي الجرف بتتكلم عن بناء الهرم من عصر خوفو، واحد رئيس عمال اسمه ميرر بيقول لنا الظهر بتاعه انه خوفو
كان بيشتغل عنده ومعاه 40 عامل وراحوا قطعوا الحجاره عشان يتبنى بها الهرم. يعني عندنا كل الادله اللي بتثبت ان هذا الهرم صناعه مصريه وانه كان المشروع القومي لمصر ولكل المصريين. يعني المجهود اللي حضرتك بتعمله والدعوه فعلا ان احنا نستعيد سقف المعبد من المتحف البريطاني، هناك ايضا راس نفرتيتي. لا سقف المعبد، سقف المعبد معانا الاول في 2010 بعثت جواب رسمي بموافقه رئيس وزراء مصر، بعثت عشان اطالب براس نفرتيتي. فطبعا احداث 2011 غيرت كل حاجه. فانا شايف دلوقتي ان المطالبه الحكوميه مش صح، المطالبه الاول الشعبيه وعشان ممكن تيجي المطالبه الحكوميه. لان دلوقتي خلي بالك اليونان بيرجعوا دلوقتي اثار لهم من المتحف البريطاني، في افريقيا في دول كتير جدا بترجع اثارها. فانا شايف ان دي فرصه بالنسبه لنا كلنا. بس انا برضو ان الوثيقه اللي انا حطيتها في الانترنت ان يمضي عليها مليون شخص، لان كل اللي وقعوا على هذه الوثيقه اغلبهم اجانب طوالت اكثر من المصريين. لا لا هي محتاجه بس يا ريت لو كانت معانا الوثيقه كنا حطيناها على الشاشه عشان كل المصريين. اذا دي على السايت على الويب سايت بتاعك يا دكتور ولا فين؟ على الويب سايت بتاعي، وانا هبعت لك كل البيانات بتاعتها. طيب. على الواتساب بحيث ان انت برضه تساعدينا. يا ريت واحنا ننشرها وكل ناس وندعو ان الناس كلها توقع على هذه الوثيقه كي نسترد جزء مهم جدا من اثارها. طب ماذا عن راس نفرتيتي؟ ماذا عن حاجه توت عنخ امون اللي موجوده مثلا في المتحف البريطاني؟ لا هو كل اثار توت عنخ امون انا اعتقد ان احنا رجعناها. انا رجعت 19 قطعه من اثار توت عنخ امون كانت في المتحف البريطاني في 2010. لكن احنا الاهم ثلاث قطع اللي انا بتمنى يرجعوا مصر ويتعرضوا في المتحف المصري الكبير في افتتاحه، الاول طبعا راس نفرتيتي، وبعد كده حجر رشيد من المتحف البريطاني، بعد كده الزودياك من اللوفر. واحنا ما بنقولش رجعوا الاثار اللي عندكم كلها، انا بنقول رجعوا الاثار المهمه بس. حجر رشيد ده مهم طبعا. اللي بقول لحضرتك عليه ده حجر رشيد ده حضرتك عارف في المتحف البريطاني اول ما بتدخل القاعه اللي هي بتاعه الايجيبتولوجي او هي الروزيتا في قلب اللي هي اساس القاعه. والله يا استاذه لميس والله الصواري هذا الحجر كانوا حاطينه في حته ضلمه في المتحف ومحدش بيشوفه. لما انا قلت رجعوه طلعوه من الضلمه وحطوه ونوروه وعملوه كأن قطعه في المتحف البريطاني. يعني لا بقى اعتقد ان احنا لازم نساهم في هذا المجهود، وده اقل حاجه ان احنا نوقع على هذه الوثيقه. انا ابعت لك البيانات وعايز مساعده حضرتك. اكيد اكيد طبعا يا دكتور، انا بشكرك على هذا المجهود، بشكرك. أوكي. شكرا جزيلا دكتور زاهي حواس، طبعا وزير الاثار السابق واهم ايجيبتولوجيست مصر. خليني اقول اختصر كده، هو اهم عالم مصريات في مصر دكتور زاهي حواس. ويعني بالنسبه لإيلون ماسك اللي قال ان الالينز جم بنوا البتاع ده وان احنا كلنا الينز وكل ده الينز اللي عاملين الهرم، يعني اتمنى من السيد وزير السياحه والاثار انه يرفع سماعه التليفون يكلمه يبعت له مسج اي حاجه ويقول له تعالى اهلا بيك احنا بنعزمك على مصر. مش هبعت له تذكره، انا بهزر يعني، عنده الراجل طيارات وصواريخ وبيطلع الفضاء وكده. فتعالى من فضلك تعالى شوف مصر اللي انت قلت انها ancient Egypt was fire، ancient Egypt is لانها لسه موجودة و it is on fire و it is great وانها اعظم شيء في الدنيا. تعالى اتفرج، اللي بنوها مصريين مش aliens. فاصل لك.